أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل ويقول: من ضحى مرتين فهل بعد ذبح الأضحية الأولى يقص أظافره وشعره أم ينتظر بعد ذبح الأضحية الثانية؟ هذا الجواب نعم. أحسن الله إليكم. شو نقول تو؟ ما قلنا عنده عدة أضاحي له أو تبرع منه، لا يزول عنه الحكم حتى تتم الأضاحي. وضربنا مثالا لذلك أيضا بماذا؟ بخروج الحامل من العدة، لا تخرج من عدتها الحامل حتى تضع جميع الحامل.